المهندس محمد زيان صاحب مزرعه في قطاع مريوط الزراعي. طبعا انا كان اول مره اعرف انا وشغال مهندس مدني في الكويت، فكان اول مره اعرف موضوع الجهاز المغناطيسي اجهزه دلتا ووتر. عرفتها في الكويت هناك، كان في مهندس بيشتغل في الشعير المستنبت وقعد يشكر في الجهاز وقال ان اللي عنده الملوحه عاليه جدا، وكان لقينا عنده الشعير بينمو بطريقه يمكن كل 3 4 ايام بنلاقي الشعير نمو غير طبيعي كده وانباته غير طبيعي. فطبعا قلت له طب بيجيبه منين؟ قال والله ده موجود في، احنا بنجيبه من مصر من هناك وتقدر تجيبه من هناك. فعلا سالت هنا وجبنا التليفون، قعدنا دورنا لغايه ما حصلنا هنا، جبنا اللي هو جهاز دلتا ووتر وركبناه عندنا. بالنسبه طبعا في عندنا بالنسبه للغنم، بالنسبه للغنم احنا كان عندنا دايما، احنا بنبيع دايما قبل العيد الاضحى بحوالي 10 ايام لاسبوعين كده، فكان عندنا الافرج المتوسط بتاعنا دايما من 40 ل 42 كيلو. فالنبادي احنا شغلنا جهاز دلتا ووتر والغنم كله شرب ميه ومغنطه، لقينا الوزن للامانه يعني وصل حوالي تقريبا في الافرج حوالي 46 كيلو. طبعا بدون امراض، ما شفناش امراض، كان عندنا حاجات. احنا السنه اللي فاتت كان بيشرب الغنم من ميه الترعه وكانت ميه ملوثه، وقع عندنا حوالي يمكن 60 تقريبا 60 راس ماتوا نفقوا يعني. السنه دي الحمد لله احنا الحمد لله ما عندناش وفيات والاوزان زادت. الباسط محمود صديق شغال في مزرعه المهندس محمد في قطاع مريوط الزراعي. الجهاز ده بالنسبه للغنم كويس يعني، زاد بالنسبه للاوزان في الحوالي من 42 ل 46 وما فيش اي نافع بالنسبه للحواله السنه دي بالذات. وده بالنسبه للغنم. الاول كان مثلا الحولي بالنسبه للميه كان يشرب ميه من الترعه، الميه بيبقى مخلوط عليها ميه صرف وما كانش الحولي تلاقي الصفه بتاعته حلوه وكويس، وكان بيبقى فيه نافع يعني مثلا تعلف تحط غله وتحط ذره وتلاقي الحولي برضه تعبان. بعد الميه اللي هي مرت على الجهاز ده الحولي كويس والصفه بتاعته حلوه وزاد الوزن بتاعه، ما فيش امراض.